بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما عودناكم حلقتنا بتبقى عبارة عن نصين أو شقين. الشق الأول هيكون فيه مجموعة من الأخبار طبعا المحلية والعالمية وأيضا اللي حصلت داخل جدران النادي الأهلي، والنص الثاني بيبقى معنا بطل. الحقيقة طبعا منتخب كرة اليد بيلعب دلوقتي، النتيجة يمكن 15-13 وحصل تعويض كبير من منتخب مصر، والحقيقة حطينا يمكن 4 تجوان ورا بعض، بقى فرق هدف واحد. منتخب مصر رجع في المباراة بشكل كبير جدا. اللي عايز اقول لكم واللي يطمن مصر بشكل كبير جدا انه احنا الحقيقة عندنا مجموعة من اللاعبين مع منتخب مصر، وعندنا مجموعة لا تقل ابدا على المستوى الفني والمهاري والخبرات خارج المنتخب. ده يطمننا بشكل كبير جدا 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 على منتخب مصر حتى في الفترة القادمة. ضيفنا في النص الثاني هيكون عبد الرحمن طه، احسن حارس مرمى في العالم سنة 2019 في بطولة العالم للشباب. عبد الرحمن طبعا مش مع المنتخب، يعني الحقيقه هو ما تمش اختياره في التشكيله النهائيه، ولكن هو من المستوى الفني الحمد لله يعني بيأهله يلعب منتخب مصر الفتره القادمه، وعلى مستوى عالي جدا، ويكفي انه احسن حارس مرمى في مواليد 1998، يعني مواليد سنه على مستوى العالم كله. والحقيقه هو هيكون ضيفنا في النص الثاني، هنتكلم معاه عن ذكرياته مع حراسه المرمى سنه 1998، وكمان عن الجيل ده اللي حصل في 2019 وخد احسن لاعب، ونشوف كمان توقعات المنتخب مصر. يمكن هيكون الماتش خلص وان شاء الله نكون باركنا البعض على تاهل مصر للدور الاخير او دور الثمانيه في كره اليد. نروح لاخبارنا. يمكن اول خبر يخص كره اليد في النادي الاهلي. كره اليد زي ما حضراتكم عارفين في مجموعه من اللاعبين منضمين مع منتخب مصر ومجموعه مع الفريق. الحقيقه كابتن طارق محروس المدير الفني كان حريص انه يقوم او يلعب بعض المباريات المهمه الحقيقه الفتره اللي فاتت، ولعب هليوبيس اخر مباراه وفاز نتيجه 40-31. طبعا المباراه دي من غير اللعيبه الدوليين عشان اللعيبه في المنتخب. طب بيلعب مباريات ليه؟ عشان اللعيبه لما ترجع من المنتخب يبقوا جاهزين لاستئناف الدوري، لان احنا داخلين على مرحله قويه جدا ومهمه في استئناف الدوري. طبعا عايز اقول لكم ان لعب ماتشات قبل كده، لعب مع هليوبيس مباراه، ولعب مع الظهور ايضا مباراه، وفاز في كل المباريات الوديه، ودي الحقيقه بتبقى هدفها ان انت تحط ايدك طبعا على مستوى الفريق وتجهز باقي اللاعبين زي ما قلت لحضراتكم ليه عودة أو استئناف الدوري. هنروح لكرة اليد سيدات. كابتن يحيى يوسف بيستعد بقوة بس بدنيا. يمكن فرقتنا في كرة اليد الدوري وقف برضو في السيدات عشان كأس العالم، وطبعا المنتخبات في حاجة أو محتاجة لطبعا الصالات المغطاة، وبالطبع يعني ما كانش فيه يعني وقت ان السيدات تلعب، فتم توقف الدوري. وكابتن يحيى يوسف معلي الحمل البدني بشكل كبير جدا مع فرقته، وعايز افكركم انه طبعا الفريق النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه كاس السيدات، يعني فريق السيدات ما خسرش ولا مباراه، كل النقاط مستنين استئناف الدوري. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم من السنه اللي فاتت احنا ما خدناش البطوله، ولكن يعني السنه دي بشكل كبير ماشيين لاستعاده لقب الدوري العام. يمكن النهارده سند دلوقتي بيحط الجون ال 15 لمصر، يمكن بعد فرق 5 اهداف نجح منتخب مصر يعادل النتيجة في الدقيقة 38. يعني ما شاء الله هايل نتيجة كويسة جدا جدا، وربنا يوفقهم في القادم. نروح لكرة السلة. رجال في النادي الأهلي يمكن كرة السلة عندهم بعد بكرة مباراة السوبر مع نادي الاتحاد السكندري، ولكن هم بيستعدوا لاستئناف أيضا دوري السوبر، ولكن بعد مباراة السوبر هيكون أول ماتش لينا مع المصرية للاتصالات. خليني أقول لكم التمن الفرق اللي تأهلوا. طبعا النادي الأهلي على رأسهم، وفي الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، جزيرة، طلائع الجيش، سموحة، المصرية للاتصالات. الدوري هيبقى بنظام رايح جاي، وبعد كده هيترتب مباراة في ملعبك مباراة خارج ملعبك، هتترتب الفرق من 1-8، وبعد كده هيلعبوا الأول يلعب الثاني الثامن بيست اوف 3. يمكن ده الهدف الـ16، أول تقدم لمصر ما شاء الله. الشوط الثاني الحقيقة منتخب مصر بيأدي أداء رائع. تعادل 16-16، معلش أنا آسف، 16-16. الحقيقة كده احنا دخلنا في الجيم بقوة بعد ما كان فرق 5. أنا شايف دفاعات سلوفينيا يعني صابها العطب بشكل كبير وقدرنا نخترق، بس المهم إن احنا ما نخليهمش يسجلوا في الهجوم. تاني أرجع لفريق كرة السلة عندنا، بعد ما نلعب رايح جاي الأول هيلاعب الثامن بيست أوف 3، قبل النهائي هيبقى بيست أوف 5 يعني أو 5 مباريات، والنهائي أيضا 5 مباريات، ولكن دور الثمانية دور الأربعة هيبقى بإذن الله هيبقى من يعني من بيست اوف 3. يمكن أول هدف للتقدم 17-16، منتخب مصر بيتقدم. يمكن الفاست بريك واللعب السريع هو اللي فرق بشكل كبير جدا مع منتخب مصر، واللي خلاه يعوض الحقيقة 5 أهداف في وقت قياسي. يمكن 9 تجوان يعني اتحطوا، يمكن أو 9 دقايق كانوا كافلين إن احنا نعوض النتيجة ونحط 7-8 تجوان باللعب السريع.
هنروح طبعا لكرة السلة سيدات. الأهلي اكتسح نادي مدينة نصر. طبعا انتم حضراتكم عارفين برضو السيدات الدوري مستأنف وبيلعبوا السوبر عادي جدا زي الرجال، ولكن ممكن هم بدأوا السوبر قبل منا شوية. فكان في مباراة اتلعبت امبارح في دور الثمانية في بطولة كأس مصر، نادي الأهلي ومدينة نصر، 96-47 لنادي الأهلي مدينة نصر. يمكن الصالة اتلعبت على امبارح، المباراة اتلعبت امبارح على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وكان طبعا الفوز حلفنا. والجميل ان الفرقة أدت أداء كويس، يعني كابتن علي هاشم أنا كلمته بعد المباراة كان مبسوط الحقيقة من أداء فرقته وكان مطمن بشكل كبير. كاميرا الأبطال كانت موجودة هناك في الماتش، سجلنا التقرير ده مع المدير الفني واللاعبات. نشوف التقرير وأرجع لحضراتكم تاني. الحمد لله طبعا ماتش مهم، طبعا انت عارفه ماتشات الكاس دي ما تتضمنش خالص، فالحمد لله عملنا ماتش كويس، يعني استعداد لماتش السوبر ان شاء الله بقى يوم الثلاث مع هليوبوليس. الحمد لله الاداء كان كويس النهارده، حاولنا نجهز الناس كلها يعني كله ادنى الحمد لله. احنا شغالين بقى لنا 10 ايام على ماتش هليوبوليس دوت، ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى الاول توفيق ربنا باذن الله. انت عارفه ماتشات هيبقى هو ماتش لوك اوت على طول. احنا شغالين برضو من تالت شويه، ان زي ما قلت برضو ده ماتش كاس، هم خبراتهم عاليه، يعني فرقه خبراتها عاليه، يعني اكيد مركزين في الجيم ده، هم عارفين كويس قوي اهميه الماتش ده، ان دي اول سنه تتعمل في تاريخ الباسكت بول ماتش السوبر دوت. ان شاء الله اتمنى باذن الله تبقى الماتش يوم الثلاث الكاس في النادي الاهلي باذن الله، يعني باذن الله ودعوات الناس ان شاء الله. ماتش كويس الحمد لله، عملنا ماتش كويس، فرق السكور قدرنا ان احنا نحافظ على فرق السكور الماتش كله. ماتش مهم برضو، احنا كابتن علي قبل الماتش قايل لنا ما ينفعش نستهون باي ماتش، وده بالذات دور الثمانيه في الكاس نوك اوت، فكل ماتش لازم نخش من ثالث ان احنا لازم نكسب ولازم نلعب باحسن قوه، يعني يا رب ان شاء الله. فنيا ان احنا بنعرف غلطاتنا اول باول، يعني احنا مثلا التمرينه اللي فاتت التقسيمه ما بيننا الجيم كله، فبعد التقسيمه بنعرف كل واحد غلطاته ايه وايه المميزات اللي بيعملها وايه الغلطات اللي ممكن يشتغل عليها، ونفسيا بيحضرنا اللي هو ان احنا نبقى جاهزين عامه لاي جيم، واحنا ان شاء الله داخلين معسكر يوم الاحد عشان برده نبقى من جوه المود من قبل الماتش بفتره. يعني الماتش الحمد لله يعني كان يعني كويس، احنا كنا احسن كتير، كان بالنسبه لنا تمرين جامد قوي علشان نحاول هو الفتره دي كلها يعني تمرينات مكثفه علشان الماتش السوبر، ف يعني بنحاول بنعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني في الماتش وبنحضر كويس. يعني هو طبعا ماتش واحد ببطوله وبطوله مهمه اول مره تتلعب، فارق معانا قوي ان احنا ان شاء الله ناخدها. بنتمرن مركزين جدا في التمرين، بنحاول ندرس الفرقه اللي احنا هنلعبها فرقه اليوبليس، ونشوف ايه مفاتيح اللعب بتاعتهم وان احنا نركز عليها عشان نكسب ان شاء الله. مباراه طبعا فريق مدينه نصر فريق محترم طبعا، ومباراه الكاس دي بتبقى ليها مقاييس ثانيه خالص، بلوك اوت اللي بيخسر بيطلع بره البطوله، فكل ماتش بالنسبه لنا بيبقى زي بطوله، فلازم كل فرقه نحترمها وبنستعد استعداد كمان كويس عشان عندنا ماتش يوم الثلاث مهمه جدا، فمباراه طبعا كويسه والبنات ادوا مستوى كويس جدا. زي ما قلت لحضراتكم يعني كره السله يمكن سيدات عندهم اصابات، زي ما قلنا في اول الموسم ماشيين كويس، خدوا بطولتين حتى الان، بعد بكره ان شاء الله ماتش السوبر بالنسبه لهم يا رب يكرمهم، اذا فازوا تبقى دي ثالث بطوله الحقيقه يفوزوا بيها هذا الموسم، وده لو دل فبيدل على قوه فريقنا الحقيقه واعداده بشكل جيد ودعمه باللاعبات بشكل جيد. خلينا نروح للكره الطائره رجال. يمكن كان عندنا مباراه مع القناه فزنا 3-1، يمكن مباراه كانت مهمه طبعا وكانت في صاله الامير عبد الله الفيصل بنادي الاهلي الجزيره، وحتى الان النادي الاهلي متصدر مجموعته برصيد 24 نقطه، فاز على كل ماتشاته الحقيقه، وعندنا ماتش بكره مع نادي لوليدو على صالتنا برضو في الجوله التاسعه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده دوري مجموعات، بعد كده هنطلع 12 فرقه تقريبا على ما اتذكر 12 فرقه هيبقوا النهائيات وهيلعبوا رايح جاي وهيتحدد على اساسه بطل الدوري. طبعا بشكل عام النادي الاهلي ونادي بتروجيت غالبا هيتاهلوا من المجموعه بتاعتنا. كل التوفيق طبعا لرجال الكره الطائره بقياده كابتن محمد مصلحي. هنروح للكره الطائره ناشئين. يمكن الحقيقه كان في فوز على بتروجيت، زي ما حضراتكم عارفين بتروجيت عامل طفره كبيره جدا في الكره الطائره، الفريق تحت 17 سنه فاز على بتروجيت 3-0.
الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الشهداء، الصاله الصغيره طبعا بنادي الاهلي او بمقر النادي الاهلي في الجزيره. الفرقه طبعا فيها لعيبه مميزه زي ما قلت لحضراتكم، اجيال كثيره من الطلعه من الطايره طالعه الفريق الاول، وفي اربع اجيال او يمكن خمس اجيال في الفريق الاول، وده مدي ستابيليتي كبير جدا للفرقه. كاميرا الابطال كانت موجوده في الملعب، صورنا التقرير ده نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. الحمد لله رب العالمين على النتيجة، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى في الأول، ثم الجهاز الفني كابتن دكتور وجيه حمدي وكابتن أحمد زكريا وكابتن كريم جمعة. الحمد لله احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت كويس مع اللعيبة من الناحية البدنية والناحية المهارية، وما النهاردة يعني شوية في الشوط الأولاني كان الأداء يعني مش قد كده شوية، ده نتيجة ان احنا الفترة اللي فاتت دي شغالين بحمل عالي شوية، لأن الماتشات التمهيدية اللي احنا بنلعبها دي يعني مستواها مازال ادوار النهائيه، فاحنا رافعين الحمل شويه، بس الحمد لله قدرنا في الشوط الثاني والثالث قدرنا الحمد لله نعمل فرق سكور كويس ونعمل نتيجه كويسه واداء كويس الحمد لله. احنا عندنا المجموعه متقسمه لمجموعات، احنا المجموعه بتاعتنا فيها بتروجيت الشرقيه الدخان، نادي بايونيرز اسكندريه، ونادي الحوار بالمنصوره. كويس ان شاء الله هياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه، ان شاء الله نتعشى من ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون اصحاب مركز اول في المجموعه، بعد كده بنصفي بقى من الاول والثاني من تسع مجموعات اللي هيلعبوا بطوله الجمهوريه، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل نتيجه كويسه باذن الله. طبعا احنا راجعين من فتره اعداد ومحملين طبعا الفتره اللي فاتت ما بين الملعب وما بين الجيم وما بين التراك، فيمكن النهارده الاداء ما كانش احسن حاجه، وبرده نادي بتروجيت من الفرق المتوسطه مش التوب ليفل عندنا، بس الحمد لله كمجمل النهارده كبدايه بعد فتره اعداد الحمد لله مكسب النهارده مهم قوي في بدايه مشوار بطوله الجمهوريه. خلصنا الكره وخدنا اول الحمد لله، وان احنا داخلين الجمهوريه دي لازم ناخدها ونحافظ على اسم النادي الاهلي، وكنا مستعدين كويس اول المباراه دي، والحمد لله حققنا يعني الفوز وكسبنا 3-0 الحمد لله. احنا الحمد لله كسبنا 3-0 بمجهود الفرقه وطبعا باداره كابتن نادر، والحمد لله يعني الفريق اشتغل جامد جدا، والحمد لله ان شاء الله وعقبال الجمهوريه. بس احنا في الشوط الاول تعبنا جدا على بال ما احنا يعني فوقنا ودخلنا المود الماتش، بس بعد كده الشوط الثاني والثالث كانوا سهلين جدا، ما كانش في اي مشكله خالص. واحنا بنيجي تمارين كل يوم، فاحنا بنخش بقى بنتمرن بكل الاساليب الممكنه عشان احنا يعني حاطين امل ان احنا ان شاء الله ناخد اول جمهوريه وبس. وطبعا كابتن نادر يعني هو اللي بيعمل كل ده. الحمد لله طبعا يعني على المكسب 3-0 زي ما حضرتك قلتي، وكمان برضو حضرتك قلتي الاداء كان حلو وكل حاجه تمام. يعني هو بالنسبه للانتقال يعني لسه جاي جديد فلسه يعني الحمد لله على منطقه القرار الاول، وبعد كده ان شاء الله الجمهوريه ناخدها. هنروح لكرة الطائرة سيدات، يمكن برضو كابتن حمدي صافي يعني رافع الحمل التدريبي بيتمرنوا بشكل مكثف، انا دايما بتفرج عليهم في الصالة الحقيقة بيتمرنوا تمرينات مكثفة. يمكن طبعا كان فوز الطيران 3-0 كان متوقع في الجولة الخامسة من الدوري الموسم اللي احنا فيه. الماتش كان اتلعب امبارح برضو على الصالة الصغيرة، صالة الشهداء بأهل الجزيرة، وكابتن حمدي الصافي حاول انه يجرب اكتر من لعيبة في الماتش بعد ما اطمن على النتيجة. ومن النتيجة دي طبعا الأهلي احتل الصدارة ب 12 نقطة في المجموعة من أربع ماتشات متتالية، والحقيقة ده وضع طبيعي جدا للسيدات ما شاء الله، يمكن احتكار لبطولة الدوري العام سنين طويلة ورا بعض، فده متوقع إن شاء الله منهم السنة دي يكونوا على شكل كبير جدا من التميز. وخليني أقول إن في ماتش من سبورتنج مؤجل من قبل كده، لأنه طبعا كان في سبورتنج إصابات كورونا كتير، الاتحاد فضل إنه يأجل المباراة، الحقيقة لسه لغاية دلوقتي ما تحددش ميعادها هتتلعب إمتى. طيب هنروح لميار الشريف لاعبة النادي الأهلي للتنس الأرضي. يمكن ميار عملت إنجاز كويس في تصفيات بطولة التنس بطولة استراليا المفتوحة للتنس، واللي اتلعبت في دولة الإمارات في أبو ظبي خصيصا، وكسبت وتأهلت لنهائيات أو الدور الرئيسي في طبعا بطولة استراليا المفتوحة. هي تقدمت في المستوى، يمكن ميار من حوالي كام شهر بس، من كام شهر من شهرين ثلاثة كانت ترتيبها 150 140، دلوقتي ميار بقت في 125 على مستوى العالم، بتتقدم بشكل ثابت، ولو كسبت ماتش او اتنين في استراليا ممكن تخش في التوب 100 بلايرز، which is يعني رقم كويس جدا، وتصنيف هيبقى رانك عالي جدا كاول يعني مصريه تحقق الرانك ده، نتمناها كل التوفيق.
الحقيقه كده تكون اخبارنا المحليه او اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي المحليه خلصت. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل معاكم اخبارنا المحليه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لكم انه احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الطفره الانشائيه والبنيه التحتيه الرياضيه الحقيقه في مصر يعني كبيره جدا، وده كان يعني دائما ابدا جاذبا للمنتخبات الاوروبيه والمنتخبات، يمكن ما كناش بنشوف زمان السياحه الرياضيه في مصر، ولكن الموضوع ده زاد جدا. شايفين كاس العالم كره اليد واتيفر يعني او ايا كان نتيجه المنتخب هتكون ايه، في مصر كسبت كتير من تنظيم كاس العالم ده، وكانت رساله واضحه للعالم كله. الحقيقه اللي عايز اقول لكم السكواش مثلا، السكواش منتخب روسيا موجود في مصر اليومين دول، بس الحقيقه محدش حاسس بيهم عشان كره اليد والتركيز كله مع كره اليد. منتخب روسيا جه عمل معسكر هنا في السكواش، بقالهم يمكن هيقعدوا شهر، بقالهم يمكن اسبوع او 10 ايام او اسبوعين، هيقعدوا كمان اسبوعين، لعبوا ماتشات كتير مع انديه كتير، لعبوا ضد النادي الاهلي وجم لعبوا النادي الاهلي في النادي الاهلي يمكن مرتين. الحقيقه كان لازم نعرف ازاي المنتخب الروسي جه وايه خطته وليه اختاروا مصر طبعا في الاعداد بتاعهم. فمعانا عبر الهاتف الكابتن امير وجيه المدير الفني للفريق طبعا او مشروع الموهوبين للسكواش في مصر، وايضا المدير الفني لمنتخب مصر للسكواش السابق. اهلا بيك يا كابتن امير. كابتن هيثم اهلا وسهلا بيك. انا طبعا يا رب النصر لمصر، الهاندبول الفريق ماشي يعني ربنا يكرمنا يا رب كده ويفوز النهارده عشان يفرح المصريين. وزي ما قلت طبعا السياحه الرياضيه مهمه جدا جدا، دول كتير جدا بتستغل التفوق الرياضي في الالعاب اللي هي مميزه فيها، وبالتالي بتكون دي احسن يعني احسن دعايه للسياحه هي الرياضه طبعا. ومنتخب روسيا السكواش طبعا انت عارف روسيا دلوقتي درجه حراره ماينس 20 و30، فعندهم بطوله بعد شهر بتاعت الناشونال بتاعتهم، فالمعسكر دوت بالنسبه لهم طبعا مصر زي ما انت شايف بيستمتعوا بالشمس والجو ده، كل يوم الصور بيحطوها على الفيسبوك، كل الفريق الروسي دوت عندهم فولور على الانستجرام بتاعتهم وعلى السوشيال ميديا من الجامعات بتاعتهم والمدارس بتاعتهم والاتحاد بتاعهم، في تلقط ان شاء الله كتير جدا لاعبين عايزين يجوا تاني ويتمرنوا معانا، لان مصر طبعا في السكواش هي يعني مصر ام الدنيا وهي ام السكواش كله في العالم، وانت عارف تفوقنا عالميا ان هو دوت اللعيبه عامله طبعا دعايه كبيره جدا لمصر عالميا، بالتالي يعني الحمد لله رب العالمين. هم هنا زاروا طبعا مركز شباب الجزيره المشروع القومي الموهبي للسكواش، وانبهروا جدا بمستوى السيستم والناشئين الكتير اللي بتلعب، بيقولوا لي لعبه يعني لازم يعني المشروع دوت لو اتعمل انترناشونال هتبقى حاجه يعني مصر تنفرد بيها ان شاء الله باذن الله. طب يا كابتن امير كم لاعب مشاركين واعمارهم السنيه قد ايه يا كابتن امير؟ هو طبعا في توأم اللي هم ابطال روسيا تحت 19 سنه وهم ولد وبنت مميزين جدا جدا، وفي بطل الرجال بتاعهم يعني 23 سنه، واللاعب برضو من فريق الرجال اللي هو 21 سنه. اللعيبه مستواها طبعا فني مرتفع جدا، لياقه بدنيه غير عاديه، يمكن النهارده في بعد التمرين بيستمتعوا بقى بالجو بتاعنا وبيقعدوا في الشمس، بيحاولوا ينزلوا يعملوا رهاب في الحمام السباحه في البول، بيستغلوا كل لحظه بيستمتعوا بيها. بالليل الماتشات النهارده في النادي الاهلي، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني والجهاز الاداري، المجمع تحفه، ثمان ملاعب الاعلى مستوى، اللاعبين متميزين جدا، دايما النادي الاهلي فتح طبعا دراعاته لكل الابطال العالميين اللي بيجوا لتاني مره بنلعب مباريات وديه مع النادي، وان شاء الله يكون في اكيد لقاء تاني مع النادي الاهلي ان شاء الله. رحنا النادي بيوبلس بنتمرن طبعا التمرين الاساسي بتاعنا في نادي بالم هيلز، اللي هو يعني هدف كبير جدا من عندنا من الاهداف الاكاديميه هو استخدام المعسكرات، لان في الحمد لله في عندنا اكثر من دوله هتيجي ان شاء الله تشارك في الفتره اللي جايه، وده اهم حاجه طبعا السياحه الرياضيه اللي احنا. طب كابتن الاجراءات الاحترازيه طبعا انت عارف الاوروبيين عامه لما بيطلعوا بره اوروبا زي ما شفنا في كاس العالم كره اليد بيبقوا قلقانين يعني من الاجراءات الاحترازيه، كان تعليقهم ايه اللعيبه الروس لما جم وشافوا يعني الاجراءات الاحترازيه اللي بتتبعها مصر او الاكواد اللي حطها وزاره الشباب والرياضه؟ كابتن هيثم بص، هم طبعا قبل ما بيجوا بيعملوا البي سي ار، وهنا طبعا في عندنا في النادي ما حدش بيخش لما بيتقاس حرارته، في عندنا التعقيم، في عندنا كل الاجراءات الاحترازيه للوزاره الشباب، بروتوكول لوزاره الشباب الرياضه مع الاتحاد المصري للسكواش بيبعتوه على الانديه بينفذ بحذافيره، ما بيبقاش في اولياء امور بتخش جوه المجمع، اللاعب بس بيبقى لاعب اثنين لاعبين بس في الملعب، بيبقى في طبعا
اول ما خلص التمرين بيطلع على طول محدش بيبقى جوه الصاله، في كل الاجراءات طبعا بتتنفذ مع الفرقه، وده اللي بيدي ثقه للناس كتير ان هي تحاول ترجع تاني وتيجي تاني. وان شاء الله باذن الله يعني في اكتر من دوله عربيه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يعني على رمضان هينزلوا عكروا معانا في مصر، وده اللي احنا يعني بنحاول ان احنا طبعا دعم الساحه الرياضيه المصريه ان شاء الله. كابتن امير وجيه بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن يعني زي ما حضراتكم شايفين ده يعني كان كلامنا مع كابتن امير. زي ما قلنا السياحه الرياضيه فكر مصر غابت عنه كتير، بالرغم ان احنا عندنا الامكانيات. شفتوا كابتن امير وجيه بيقول انه يعني الحقيقه جو مصر والبنيه التحتيه والملاعب كل ده المفروض يستغل بشكل كبير جدا سواء عربيا عالميا. الحقيقه علي زين حط الجون ال 24 22، الحقيقه منتخب مصر بيأدي اداء كويس. فاضل 5 دقائق ننشف شويه، العمليه بتقرب ان شاء الله، والحلم الكبير بالتاهل لدور الثمانيه بنقرب. يمكن برضو سلوفينيا حطت الجون 23، ما فيش مشكله ان شاء الله ينتهي المباراه وتنتهي المباراه. احنا عايزين مكسب يتعادل يكفينا ان شاء الله للتاهل. فان شاء الله نشوف الفتره اللي جايه زي ما قال كابتن امير منتخبات كتير والعاب كتير طبعا تبتدي تسوق لده في مصر. احنا جاهزين لاستضافه كل الفرق كمعسكرات، والسياحه الرياضيه دخل مهم جدا للاقتصاد المصري. هنروح لاخبارنا المحليه. يمكن الريشه الطايره اتعرضوا لموقف بايخ شويه. انتوا عارفين الريشه الطايره كان عندهم بطوله في تايلاند، بطولتين في تايلاند، وكنا جبنا رئيس الاتحاد واتكلم معانا من حلقتين. الحقيقه لما راحوا كانوا 3 لاعبين، هاديه حسني وضحى هاني وادهم حاتم. لما راح ادهم حاتم هناك اللجنه المنظمه شكت ان ادهم حاتم عنده كورونا، فالحقيقه عزلوه في المستشفى. وبعد ما عزلوه شكوا، ما اعرفش شكوا بقى درجه حرارته يعني مش فاهم بقى هم شكوا ازاي، ما عندناش تفاصيل قوي، ولكن عزلوه في المستشفى وحبوا يطمنوا عليه. طيب طمنوا عليه ازاي؟ عملوا له مسحتين، المسحتين طلعوا سلبيتين، يعني المسحه الاولى سلبيه الثانيه سلبيه، ومع ذلك فضلوا يعني حاطينه في العزل. اللاعب الحقيقه استنجد بالمسؤولين واستنجد بالاتحاد وقال انه عايز يشارك في البطوله انه سليم، ما فيش اي داعي يعني لحجزه برغم ان الاثنين البي سي ار المسحتين طلعوا سلام. والحمد لله بعد التدخلات من وزاره الرياضه والمسؤولين في الدوله تم عمل اللازم للعيبه او لعيبه منتخبنا، واطمنا عليهم بشكل كامل، وبعدها صدرت التعليمات بعودتهم لمصر. اللعيبه رجعوا الحقيقه بالليل امبارح لمصر سالمين. الحقيقه كان موقف بايخ شويه، يمكن ما توفقوش في البطوله دي طبعا لان الظروف دي، ولكن اكيد في بطولات جايه وهم عندهم الحقيقه مستوى فني يعني يأهلهم بشكل كبير للتأهل للأولمبياد، ولسه القادم افضل، وكل التوفيق ليهم فيما هو قادم. الحقيقه معلش اعذروني انا معاكم يعني حاضر بجسدي، ولكن ذهني كله الحقيقه مع منتخب مصر 24 23، والهجمه مع سلوفينيا وفاضل حوالي 3 دقايق ونص. وطبعا احمد الاحمر شفنا التيشيرت بتاعه اتقطع وخرج غيره، وكمان اتعور في شفته الف سلامه، وانتوا عارفين طبعا لو في يعني دم ولا حاجه بيضطر ما يشاركش. طيب هنروح للاولمبيه الدوليه. طبعا توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه أكد امبارح عمل اجتماع بالفيديو كونفرنس مع ممثلين 206 دولة وهم أعضاء جمعية عمومية لجنة الأولمبية الدولية عشان يأكد إن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 هتتعمل في ميعادها وهتتلعب في شهر 7 اللي جاي. الاجتماع ده اتعمل بين رئيس اللجنة الأولمبية ومنصب السكرتير العام في اللجان الأولمبية الوطنية، وحضروا ممثل عن مصر الباشمهندس شريف العلياني اللي كان ضيفنا في أحد الحلقات في بداية برنامجنا الأبطال. وأكد طبعا لكل ال 206 دولة إنه هيتلعب الدوره الاولمبيه هتتلعب في ميعادها، ورقم كبير جدا متخيلين 206 دوله، يعني الامم المتحده بتهيألي يعني رقم كبير عشان تعرفوا الرياضه واهميتها. يعني الموضوع ما بقاش يعني زي ما بيقولوا ماتشات ورياضه وفن، لا ده بقت صناعه كامله. ونفى ان الاولمبيات ممكن تتاجل او تتلغي، وقال اللجنه الاولمبيه شغاله على عدد من الاجراءات ومنها انها توفر المصل الخاص بفيروس كورونا او فيروس كورونا، وده هيكون عن طريق بروتوكول تعاون مع منظمه الصحه العالميه. يعني احتمال كبير يطعموا اللعيبه اللي رايحه والاجهزه الفنيه يبقوا مطعمين عشان يقدروا طبعا يبقوا في امان. جون تاني دلوقتي حطوا منتخب مصر 25 23، الدنيا بتقرب يا رجاله، فاضل دقيقتين بالظبط. متهيألي لو نشفنا شويه تايم اوت طلبه من مدرب سلوفينيا، لو نجحنا ان شاء الله الهجمه دي دفاعيا تعدي على خير، ان شاء الله نقول مبروك لمصر التاهل لدور الثمانيه في مفاجاه كبيره الحمد لله، او مش مفاجاه يعني ده اللي كنا متوقعينه من منتخب مصر. طيب هنروح للبطوله العربيه للرجبي. انتوا عارفين الرجبي رياضه الحقيقه ما كانتش موجوده في مصر، وفي الكام سنه اللي فاتوا دخلت مصر وبقى عندنا انديه وبقى عندنا منتخبات الحقيقه ومنتخب للرجبي. فمصر الحقيقه هتستضيف البطوله العربيه للرجبي للرجال والسيدات، وهتكون هنا في مصر نص الشهر اللي جاي في اسكندريه باذن الله. البطوله دي هتكون النسخه رقم 6 للرجال والنسخه الاولى للسيدات. نسخه الرجال هيشارك فيها 9 منتخبات: مصر، الامارات، تونس، سوريا، لبنان، العراق، السودان، فلسطين، ليبيا.
والسيدات مصر الامارات سوريا تونس الاردن خمس دول. قيس الضلع اللي احنا شفناه طبعا رئيس الاتحادين الاسيوي العربي كان في زياره اللجنه الاولمبيه وجبنا ليه تقرير كان بزياره اللجنه الاولمبيه المصريه وزار طبعا متحف اللجنه الاولمبيه المصريه قال انه الكل مستعد لانطلاق البطوله وده طبعا هيتم وضع بروتوكول طبي مع السلطات المصريه عشان يامن طبعا وجود اللاعبين. خلينا اقول لحضراتكم حاجه، اللي بيحصل في كره اليد دلوقتي ده انجاز كبير للدوله المصريه، وعايز اقول لكم انه مش بالصدفه ابدا ومش صدفه ان توماس باخ يجتمع مع الاتحادات او اللجان الاولمبيه الاهليه في العالم كله عشان يقول لهم ان البطوله هتعمل في معده. وعايز اقول ان مصر بعتت رساله قويه جدا ان احنا نقدر بشكل كبير جدا 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 ان احنا ننفذ او نقدر نلعب او تتعايش الرياضه مع الفيروس. يمكن انا معلش انا اسف، نجح كريم هنداوي انه يصد الكره الاخيره 25-23 الطياره، انا اسف طيار الشاشه بعيده انا مش شايف مين اللي واقف، الطيار هو اللي نجح يصد الكره الاخيره وكان هنداوي بيشجعه. وعايز اقول لكم ان 25-23 فاضل دقيقه ونص نقدر باذن الله يا رب كده بشكل كبير نقول مبروك، والجون الثالث اهو لا اتصاد للاسف، معلش مفيش مشكله خالص، فاضل دقيقه وان شاء الله نقدر يعني نحسمها لينا. معلش اعذروني انا طبعا معاكم ولكن قلوبنا كلها مع منتخب مصر، والحقيقه يعني حتى الان بيادوا يا ساتر جون لسلوفينيا. طب معلش نطلع لفاصل يا جماعه لان انا مش هقدر ابقى على الهوا واشوف، طبعا عايز اشوف الدقيقه دي وهبقى يعني منفعل جدا جدا في طبعا مؤازره منتخب مصر. هنطلع لفاصل وارجع لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستقبل كمان ضيفنا ونكون عرفنا نتيجه ماتش منتخب مصر. هنستقبل ضيفنا عبد الرحمن طه احسن حارس مرمى في العالم في سنه في سنه 2019 في بطوله العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بلاعب النادي الاهلي واحسن حارس مرمى للشباب في بطوله العالم 2019 عبد الرحمن طه. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بحضرتك يا هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي. منور حضرتك والله. احنا عملنا تقرير كده عبد الرحمن عنك وعن انجازاتك الفرديه والجماعيه مع الفريق، نشوف التقرير ده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين هنشوف التقرير نعرفوا اكتر مين عبد الرحمن طه، اتفرجوا على التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. يمتلك الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي ثلاثة حراس على أعلى مستوى، وهم محمد عصام طيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، فجميعهم مميزون وقدموا أداء رائعا مع المنتخبات الوطنية المختلفة. وسيكون حديثنا اليوم عن عبد الرحمن طه والذي تألق رفقة منتخبنا الوطني لشباب تحت 21 سنة، والذي توج ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت صيف عام 2019 بإسبانيا. يبلغ عبد الرحمن طه من العمر 22 عاما، طوله 170 سنتيمتر ووزنه 87 كيلوغرام، ويلعب للنادي الأهلي منذ صغره، وكان أحد الناشئين الصاعدين بقوة والذين تنبأ لهم الخبراء بمستقبل مبهر ومشرق. يتسم أداء طه داخل الملعب بالهدوء ولديه ثبات انفعالي كبير يستطيع من خلاله قراءة أفكار منافسيه. حصد عبد الرحمن طه مع النادي الأهلي 5 بطولات للدوري وثلاث بطولات لكأس مصر، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة السوبر الإفريقي والمركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، كما حصل مع منتخب مصر جيل 1998 على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمركز الثاني بدورة الألعاب الإفريقية وذهبية بطولة إفريقيا للشباب 2018 وبرونزية بطولة العالم للشباب 2019، كما حصل على جائزة أحسن حارس مرمى في إفريقيا للشباب، وحصل على لقب المصنف الأول كأعلى عدد تصديات على مستوى حراس المرمى في بطولة العالم للشباب 2019 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة اليد. وينتظر طه منافسة قوية مع زميليه عصام الطيار وعبد الرحمن حميد، واللذين يمثلان منتخبنا الوطني في بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن عبد الرحمن ما شاء الله بتبقى الامور صعبه
مش صعب يا فيها منافسه جامده لما تبقى ثلاث حراس مرمى في النادي الاهلي المستوى ده؟ لا احنا الثلاث حراس دول احنا من واحنا مثلا وانا عندي مثلا 10 سنين واحنا كلنا احنا ثلاثه مع بعض يعني احنا طالعين كلنا مع بعض كنا اتمرنا مع بعض واحنا صغيرين يعني انا وعصام الطيار كنا بنتصعد انا كنت اصغر منه فبنتصعد كنت اتصعد معاه حوالي 4-5 سنين كنا متصاعدين مع بعض عبد الرحمن حمايد نزل طلع من تحت كان بيتصعد معايا كنا احنا ثلاثه بقى يعني مش مفيش اي حاجه يعني احنا متربيين مع بعض الجميل انتوا طالعين من ناشئين بالاهلي تمام وطبعا يعني انت ما شاء الله يعني تستحقوا جوه منتخب مصر طبعا يعني هو بس هو طبعا لازم ثلاثه اللي يشاركوا ولكن انت مستواك يؤهلك وبيؤهلك بقوه انت هتفضل حارس مرمى منتخب الشباب الجايات كتير ما شاء الله انت سنك صغير وحراس المرمى بيقعدوا 40 سنه عادي يعني فاحنا متوقعين ان شاء الله انت في يوم من الايام هتتولى طبعا ان شاء الله حراسه عرين كره اليد في النادي الاهلي. طب خليني اتكلم معاك يمكن كان بيننا لقاء في 2018 فاكره عبد الرحمن؟ كنا كنت انت معايا ضيفي وكلمنا وطموحاتك كنت انت لسه في الناشئين طالع والناس كلها بتقول ده ليه مستقبل واعد ما كانش لسه حصل بقى وساعتها كنتوا داخلين على كاس العالم فاكر المقابله دي؟ فاكر طبعا ما قلت حضرتك طبعا انا نفسي نروح ناخد ميداليه في كاس العالم اللي جاي ده برضو يعني قابلت حضرتك قلت حضرتك انه قدامي بطولتين نفسي اعمل فيهم حاجه كويسه كانت بطوله افريقيا للشباب وكانت كاس عالم قلت حضرتك انا نفسي ناخد دوا في افريقيا عشان احنا كنا مغلوبين السنه اللي قبليها من افريقيا ناشئين قلت لازم يعني نفسي نكسب الشباب وقلت لحضرتك برضو كاس عالم احنا ان شاء الله هنروح كابتن طارق محروس كان معانا قلت لحضرتك برضو كابتن طارق يعني هو من ساعه ما دخل النادي من ساعه ما دخل المنتخب معانا من اول يوم فيه كان طلع علينا ورقه قال لنا بصوا انا كاتب ايه فاحنا كلنا بنبص في الورقه فلقينا بطل عالم ميداليه في كاس عالم فاحنا كلنا طبعا بصينا كده ما كناش يعني احنا ايه اللي بيقولوا ده احنا فين والمنتخبات الثانيه فين من ساعتها من البدايه دي واحنا قلنا لا كابتن طارق شدينا جامد اتمرنا جامد ويعني شد علينا يعني احنا كنا رجاله الصراحه الفتره ديت مع كابتن طارق كلها وهو يعني مدرب عظيم الصراحة. انا عايز اقول لك ان كلامك ده انا سايبك ما قطعتكش لانه انا عايز اثبت حاجه انه البطوله والتفوق بيبتدي بحلم يعني انت يعني بدات الحلم معايا في البرنامج وقلت يا جماعه انا نفسي ناخد افريقيا ونتاهل كاس العالم ونوصل كاس العالم اخد ميداليه وعلى المستوى الشخصي نفسي بكون احسن حارس مرمى في العالم صح. ربنا حقق لك كل اللي تتمناه وده اكيد نتيجه جهد وعرق يعني عبد الرحمن اكيد انت تمرينك احنا شايفين ما شاء الله جبنا لقطات من تمرينك في التقرير تمرين كابتن موحي صلاح طبعا مدرب الحراس بتاعنا كابتن موحي تعبان يعني الفتره دي من ساعه ما اللعيبه بتروح المنتخب فانا وهو بقى فاضيين تماما انا لوحدي فمستلمك بقى صبح وليل طبعا بالنسبه لهم مفيش راحه طبعا كابتن موحي صلاح هو اللي جاب لي النادي الاهلي مدرب الحراس كان ساعتها كنت انا لسه جاي يعني ساعه الفرقه ما اتكونت كان هو مدرب الفرقه جيت كان هو جابني وحارب وعافر اللي هو شايف فيك حاجه كان عايزها فهو الصراحه اشكره طبعا حتى اللي هو دخلني برضه النادي الاهلي ولو انا يعني دخلت تقريبا 12 سنه على ما اتذكر او 13 سنه لا ده انا دخلت وانا مثلا 8 سنين تمام اقل من كده صح بس الايام بتجري الواحد يعني الايام بتجري فعلا يعني عايز اقول لك انه انت اتمرنت في اهلي مدينه نصر انت كنت قلت لي برضه قعدت فتره طويله جدا اتمرن في اهلي مدينه نصر فاحنا يمكن بدات تتعرف 12 13 سنه فعشان كده احنا ايه ما كناش عارفين موضوع 8 سنين طب خليني اقول لك برضه انت اكيد ليك مثل اعلى وانت لما يعني كنت معايا في البرنامج الحقيقه سنه 2018 دايما بقول ايه بقول ليه كل ده لان دايما يعني اللاعب هو اللي بيرسم طريقه بنفسه بالظبط انت قلت لي ان ليا مثل اعلى وعايز اوصل لحد وهوصل له ان شاء الله يعني خلينا نفكر الناس باللي انت قلته انا قلت ساعتها كنت نفسي ابقى زي لندن بس كان هو لسه صغير يعني كان اصغر من كده دلوقتي يعني كنت انا شايف يعني ان هو جون عظيم الصراحه طبعا دلوقتي هو يعني نمرة واحد في العالم واحنا هنلعبه منتخب هنلعبه الدور الجاي حارس مرمى الدنمارك فهو راجل يعني لعيب كويس جدا انا من صغري طبعا
مركز معاه يعني انا كنت نفسي ابقى البطوله دي كانت بجمهور ولا حاجه، كنت نفسي احضر المباريات بتاعته حتى اشوفه بيعمل ايه في التسخين. الجيات جايه كتير ما شاء الله، انت سنك صغير. عايز اقول لك عبد الرحمن يعني كابتن طارق محروس كان معانا هنا في البرنامج مرتين الحقيقه، او مره يعني كان كذا مره ضيف ومداخلات، والحقيقه الكابتن طارق اتكلم عنها كويس جدا، ويكفي ده شهاده مدرب منتخب مصر نفس الوقت يعني مدير الفني في النادي الاهلي، فاكيد مش هيشهد بده من فراغ. كابتن طارق هو اللي مربيني، كان يعني هو كان رئيس الجهاز بتاعنا في الناشئين، كان هو موجود حوالي 3 سنين او 4 سنين، فهو يعني هو اللي كان ساعات بيساعدني برضه من وانا صغير، كان بيطلعني درجه ولا اتمرن حتى ما كانش غير ماتشات يعني كان بيتابعك من صغر. بالظبط. خليني انا عايز اتكلم معاك يمكن في رحلتكم في كاس العالم اكتر، ونقرب للبطوله دي لانها ليها معزه كبيره عندك اكيد، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل يعني نراجع حضراتكم عشان نستأنف مع عبد الرحمن طه رحلته مع كاس العالم الشباب 2019 واللي فاز فيها او خد لقب افضل حارس مرمى، ولكن بعد الفوز. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع عبد الرحمن طه احسن حارس مرمى في العالم للشباب في بطوله العالم 2019 واللي مصر خدت فيها المركز الثالث. يمكن عبد الرحمن في البدايه احنا نحب نبارك لمنتخب مصر طبعا. التعادل النهارده مع سلوفينيا كنا نتمنى مكسب، ولكن الحمد لله التأهل. قدوا ماتش هايل الصراحه، كانوا يعني في اول الماتش الشوط الاولاني من ربنا يعني كانتش ماشيه مع اللعيبه يعني كويس، الحمد لله الشوط الثاني عوضنا وفرقنا فرق اثنين، ويعني الحمد لله يعني طلعنا بحاجه كويسه من الماتش اللي اللعيبه خلاص يعني اللعيبه كانوا رجاله بصراحه. طب قول لي يعني احنا كده غالبا بشكل كبير يعني هنبقى تاني، يعني حتى لو كنا كسبنا النهارده برضو كانوا هنتعادل مع السويد والمواجهات المباشره هم اول برضو. بالنسبه كبيره هنقابل الدنمارك صح؟ صح. بالمستوى بتاعهم ولو روسيا فازت هنبقى اول، بس طبعا ده يعني مستبعد شويه. لا لا مش مستبعد. ها لا لا البطوله كلها فيها مفاجات كبيره جدا يعني. الارجنتين امبارح كسبت، كرواتيا، المانيا تطلع بره البطوله، حاجات كده يعني البطوله ما لهاش اي حسابات خالص. وبيلا روسيا وسلوفينيا تعادلوا مع السويد. بالظبط. وروسيا كسبت سلوفينيا 8 يعني كل الدنيا كله يعني كل النتائج كل المنتخبات بتخبط في بعض يعني. طب لو حطينا يعني زي ما بيقولوا الورست كونديشن او يعني السيناريو اللي احنا مش عايزينه اللي هو نقابل الدنمارك، هل فعلا فريق لا يقهر زي ما الناس بتقول ولا انت شايف؟ لا خالص، هي الدنمارك لغايه دلوقتي ما لعبتش منتخب قوي يعني، احنا المجاميع كلها بتخبط في بعض الا مجموعه الدنمارك لسه ما لعبتش منتخب القوي اللي انت تقيس عليه. بمستوى منتخب مصر لا الصراحه، لا بمستوى النهارده ده يعني حاجه مبهره الصراحه، قدوا ماتش هايل ويعني الماتش في الملعب الصراحه مع الدنمارك يعني ممكن نلحق نحلم يعني، او هم دونا طموح فيهم ودونا طموح يعني ان هم يوصلوا حاجه كويسه في البطوله، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويقدوا ماتش كويس. مين اقوى فرقه من في نظرك في البطوله في نظرك انت؟ في فرق يعني في النهارده في مباراه كويسه يعني النرويج، فرقة كويسة جدا، البرتغال، اسبانيا المنتخبات دي. المجر عاملة ايه طيب؟ المجر يعني الحصان الاسود يعني برغم ان عندهم دوري جامد يعني ازاي بيبقوا منتخبهم؟ انا قلت المنتخب بتاعهم هيجي يكسر الدنيا ولا عشان عندهم اجانب؟ هو ماشي، هو المنتخب بتاعهم على حضرتك يعني هو صعد اول المجموعة بتاعته بس لسه بقى لسه هيشوفوا بقى النهارده مين اللي هيقابله في دور الثمانية. من فرنسا من ساعه ما حارس المرمى بتاعهم اللي اتصاب في اول البطوله، هم كانوا داخلين البطوله يعني اول ماتش ليه في حارس المرمى ده كان اعلى تصديات في البطوله، كان صادد حوالي 20 كوره في اول ماتشين ولا طبعا ضعفهم كتير اصابته طبعا. فهم جابوا حارس مرمى جديد فلسه يعني يعني هم ممكن نفس الأداء. لا يعني هي ممكن يعني حتى في اليورو اللي لعبوه قبل ما يجوا على طول يعني كاس عالم كانوا بعاد قوي وكانوا بيخسروا من فرق يعني كتير 8 مين اللي وصل الفاينل انت فاكر ولا فاينل؟ لا دي كانت ما بتبقاش دي بتبقى تصفيات لسه تصفيات اليورو لسه ما اتلعبتش. لا طب خلينا نرجع لكاس العالم بقى اللي انتوا خدتوا فيه البرونز وكنتوا مع كابتن طارق محروس، والحقيقه كنا ممكن نوصل فاينل خلي بالك يعني كانت الامور ماشيه، هو كان حصل في قبل النهائي كده دروب.
كلمني عن البطوله دي وكلمني على عن المجموعه وتاهلنا كان برده ما كانش سهل. طبعا احنا في اول في المجموعه بتاعتنا كانت معانا فرنسا وكانت كوريا وكان معانا سويد وكان معانا استراليا. طبعا احنا دخلنا المجموعه دي قابلنا استراليا في السويد في كوريا في فرنسا. وبالتالي السويد وفرنسا كانوا اقوى فرقتين. طبعا احنا السويد كسبناهم فرق 10. كابتن طارق احنا كنا بنلعب السويد دي قبل ما ماتش ودي ماتش وديه كده قبل ما نروح كاس عالم كسبونا كام؟ لا فرق 10 وكسبونا فرق 10 وفرق وانتوا كسبتوهم في البطوله فرق 10. واحنا بقى كابتن طارق احنا طلعنا من الاوضه كده يعني طلعنا من اوضه الماتش الودي الودي اه سلم علينا قال لنا مبروك عليكم الماتش بتاع السويد في كاس عالم. بجد والله كنت طالع كده؟ لا هلا لا مبروك عليكم لسه هتلعبوا في بطوله العالم لسه هنلعبوا في بطوله العالم خسرانين منهم 10 لسه خسرانين منهم قال لنا مبروك على بكره على ماتش في كاس العالم. طب اقول لك على حاجه كابتن محترم محروس ده جامد جدا. لا لان 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 كان في زمان مدرب باسكت ما تعرفوش كان اسمه كابتن دكتور عادل صبري. عادل صبري ده كان يحب الفرقه اللي هيلعبها في البطوله يخسر منها يتقطع قبليها يعني ما يروحش لما يروح البطوله مثلا يعني الاهلي هيلعب مثلا فرقه في افريقيا باسكت يلعبها ماتش ودي وياخد منها 20 بوند يقول لك هكسبها في الماتش الرسمي. فكابتن طارق محروس فعلا كلامه صح وحصل. حصل طبعا احنا من احلى ماتش لعبات لانها في حياه هم عملوا نفس يعني هم نفس الخطط اللي بيعملوها هنا حاولوا يجربوها في الرسمي ما عرفوش. احنا كنا مذاكرين كويس جدا يعني احنا بنفكر بالظبط هم انتوا بتفكروا قبل منهم بالزبط. بس خليني طبعا يعني معانا عبر الهاتف الكابتن محي صلاح مدرب فريق الاول او الحراس المرمى في اول بكره اليد بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محي. اهلا كابتن هيثم. كنا في سيرتك حقيقه من حوالي 5 دقائق كده كابتن عبد الرحمن كان بيقول يعني ان انت مستلمه اليومين دول طبعا لان وعد لك وبتاع فصبح وليل فكلمنا عن التدريب ده يا كابتن محي. كابتن هيثم تحياتي ليك وتحياتي لطه. على فكره انت معاك موهبه في حراسه المرمى قاعد معاك عبد الرحمن طه ده. واحب اقول الاول ابارك لمنتخب المصري وبارك للطيار. الطيار النهارده عمل مباراه كبيره وهو حارس مصر الاول وطيار صد كور في توقيتات صحيح هو اللي رجعنا في الماتش صحيح. واحب اقول لك بالنسبه لعبد الرحمن طه حراسه مرمى مصر ومستقبل حراسه مرمى مصر موجود في النادي الاهلي. الطيار وعبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه دول مستقبل مصر لحراسه المرمى وهم بيتمرنوا على احدث تدريبات عالميه اكنك بتتمرن بره مصر. النادي الاهلي الحمد لله موفر لنا تولز وادوات على احدث حاجه موجوده وابديت في العالم كله. فهم المستوى اللي ظهر بيه الطيار وخلي بالك حميد قاعد في المدرجات. حميد لو نزل مش عايز اقول لك يعني زيه زي الطيار وعبد الرحمن طه نفس الكلام. هما بيتمرنوا طول السنه وتعبانين وكلهم والمستوى اللي ظهر بالطيار ده طبعا مش من فراغ. وعبد الرحمن طه مش عايز اقول لك هو بقى لوحده اليومين دول زي ما هو بيقول لك فصبح وبعد الظهر وتمرين تمرين تمرين هو بقى اللي يقول لك بقى التمرين عامل ازاي. ما هو لسه بيقول لي والله انت لو كنت حضرت اللقاء من الاول كان بيقول يعني بتقول حاجه انت عبد الرحمن. ولا ما كابتن محمد ما عندوش هزار والله يعني لا طول ما عايز بقول له اشرب ميه بس يقول لي لا. كابتن محي سيبه يشرب ميه. كابتن محي طيب يا كابتن محي ده بس انا عايز بس فرصه وانت معاك عبد الرحمن طه عايز بس اقول حاجه. على فكره عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد والطيار الثلاثه بيجوا لهم عقود احتراف من بره اوكي. لسه عبد الرحمن طه معتزل عرض احتراف جاله في فرنسا عشان خاطر النادي الاهلي. طبعا ما حدش يعرف طبعا الموضوع ده وهو طه هتلاقيه اصلا ما يعرفش اللي انا عارف الموضوع ده. فمش عايز اقول لك كمان السماسرة في سماسرة من شمال افريقيا معاهم جنسيات اوروبيه بيقعدوا كل شويه يكلموا الثلاثه وساعات بقى بيعملوا ايه بقى بيكلموا مثلا اثنين في نفس الوقت. بس طبعا يعني كابتن طارق محروس ومدير فني وانا بنتعامل الموضوع باحترافيه واحنا عارفين القصه دي كلها وبحنكه ويمكن اول مره طه يعرف الموضوع ده. فاحنا طبعا بنتعامل الموضوع باحترافيه وبمهنيه وبحنكه بحيث اللي ايه
مش عايزين حد يعمل لنا من بره النادي بلبله في اهم مركز في النادي الاهلي وفي مصر. وعايز اقول لحضرتك ان الكلام ده مقدر جدا من ناحيتنا كبرنامج الابطال، واكيد مقدر من النادي الاهلي اللي بيشتري النادي الاهلي يا كابتن. خلي بالك النادي الاهلي بيشتريه لاقصى الحدود. وخليني اقول لك ان احنا السنه دي عندنا هدف، يمكن بطوله الدوري العام. كابتن طارق محروس كان معانا، ربنا يوفقكم، اكيد انتوا شغالين على ده، وكمان بطوله افريقيا، ولا ايه رايك يا كابتن محي؟ انا عايز اقول لك ان كابتن طارق محروس باجتماعاته مع اللعيبه وكلامه مع اللعيبه ان شاء الله بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا لا تراجع ولا استسلام. يا رب يا كابتن. غير مقبول باي حاجه غير ان شاء الله الموسم ده نطلع بالثلاث بطولات دول باذنك يا رب، باذنك يا رب. طب عايز اقول لك يعني اللعيبه محطوطين، اللعيبه على فكره انا كنت مره سمعتك يا كابتن هيثم في اخر لقاء فبتقول اللي احنا بنتمرن عشان خاطر نعوض فرق السرعات بلعيبه المنتخب. طب اقول لك حاجه يا كابتن هيثم، اقسم لك بالله اللياقه بتاعه لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده زيها زي لعيبه المنتخب بل احسن كمان. انا واثق يا كابتن. اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي بتتمرن تحت قياده كابتن طارق محطوطه تحت ضغط بدني زيها زي لعيبه المنتخب واحسن كمان. انا عايز اقول لك يا كابتن والله احنا يعني مؤمنين بيكوا جدا. انا هيثم يعني على المستوى الشخصي انا مؤمن بالجهاز الفني اللي ماسك دلوقتي النادي الاهلي الحقيقه منتهى الاخلاص. وكابتن طارق محروس وحضرتك انا متابعكم من زمان جدا جدا، وطبعا باقي الجهاز الفني انتوا ناس مخلصه وبتشتغلوا، وانا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اكيد مش هيضيع تعبكم ده هدر. وخليني اقول لك ان انت عندك مشكله برضو يا كابتن محي، مش مشكله هي مشكله حميده طبعا، ان انت عندك ثلاث حراس مرمى عالميين وطبعا المشاركه في المباريات بتبقى للاحسن، فالكومبيتيشن عندك عالي جدا. فالحقيقه انت عندك مشكله معرفش انت بتعمل فيها ايه. بص هم الثلاثه كل واحد ليه ميزه غير الثانيه، ماشي، كل واحد ليه ميزه غير الثانيه. الثلاثه في التمرين مش عايز اقول لك التمرين، الثلاثه بتمرنوا ومنافسه شريفه 100%. وطه لما بيطلع في اي مكان يقول عبد الرحمن حميد موجود، الطيار لما طلع قال عبد الرحمن حميد موجود. هم المشكله مش اللي هم الثلاثه موجودين، المشكله اللي هم ورا بعض، يعني واحد مواليد 96 واحد مواليد 98 واحد مواليد 2000، تمام؟ هتلاقي بقى ايه، الطيار متبني اللي اصغر منه اللي هو عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن طه متبني عبد الرحمن حميد. طبعا وهم ودايما بيشجعوا بعض، يعني هم دايما بيشجعوا بعض في الماتشات. احنا الهدف في الاخر اللي موجود اللي في الملعب بيصد والاثنين التانيين بيشجعوه. الله ينور عليك يا كابتن، الله ينور عليك. وخليني اقول لحضرتك انه دي موجوده يعني بينهم وهم مفيش مشكله خالص، بس المشكله بقول لك ايه، بيجي لنا مثلا هتلاقي مثلا ايه، يمكن اول مره يسمع الموضوع تلاقي مثلا واحد من شمال افريقيا متجنس جنسيه مقدونيه، متجنس جنسيه بولنديه او مجريه، يقوم يكلم ده ومكلم ده ومكلم ده ليه، عايز يوقعهم في بعض. لا 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 ده جهاز الفني اللي موجود ده جهاز محترم. لا طبعا كابتن طارق محروس احيانا انا بستمتع بتحليله، يعني عايز اقول لك من اكتر الناس اللي بيحللوا الماتشات بيخليني بجد قاعد منتبه وبتعلم منه حقيقه. ففرصه بقى في البرنامج بتاعك وفي قناه النادي الاهلي محدش يا جماعه يجي جنب المركز ده بالذات في النادي الاهلي. واحنا بنضم صوتك، انا بقول اهو صوتنا لصوتك يا كابتن. كابتن طارق محروس وانا اللي هيجي جنب المركز ده من بره النادي هنقطعهولك. لا ان شاء الله يا كابتن، واللعيبه مساعدانا والدنيا جميله. وكابتن محي صلاح بصراحه يعني اول مداخله لحضرتك معايا، بس انا مستمتع بكلامك وبحماسك. لا لا ربنا يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله باذن الله باذنك يا رب ان شاء الله الثلاث بطولات باذن الله جوه النادي. بس ان شاء الله هنجهز لحلقه كويسه حضرتك تبقى ضيف فيها يا كابتن، وهنجيب التدريبات والتمرينات ونبعت ان شاء الله كاميرا نشوف تدريبك مع الثلاث عظماء حراس المرمى اللي عندنا، وهنعمل حلقه كويسه جدا نبرز فيها الشغل بتاع حضرتك يا كابتن محي. والله ان شاء الله انت قاعد معاك عبد الرحمن طه ده موهبه، يعني الحراس خلي بالك في حراس حاجه اسمها تصنيع وحاجه اسمها صحيح. موهبه صحيح. عبد الرحمن طه موهوب، موهوب من وهو صغير خلي بالك ما شاء الله، عنده 7 8 سنين. انا كنت شايف ان هو موهوب في الحراسه، هو الموضوع مش موضوع تمرين، لا هو موهوب. عبد الرحمن حميد موهوب، الطيار موهوب ما شاء الله. خلي بالك اقول لك حاجه بقى، الطيار عشان باشمهندس بقى وبتاع، بس الطيار برضه ذكي. تمريرات الذكاء هو ايه، ذكي برضه. تمام انا عارف، ما خلي بالك برضه اللي يصد الكوره اللي اتصدت النهارده دي يبقى يعني دماغه برضه سم زي ما بيقولوا.
تحت الضغط ده كمان. يعني انا بقول لك مستقبل حراسه النادي الاهلي في امان ان شاء الله. مستقبل حراسه مصر ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله كابتن محي صلاح بشكرك شكرا جزيلا، مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. الحقيقه المداخله مهمه ودخله جميله جدا طبعا. والراجل يعني اتكلم عنكم بكل. كابتن محي زي ما قلت في الاول، يعني كابتن محي حارب كتير اللي انا ابقى موجود في النادي الاهلي. في مشاكل كنت انا جاي انا ولاعبين تاني كانوا بنتحارب اللي احنا عشان اعضاء رياضيين وكده، فعشان كنا احنا يعني احنا لسه كانت الفرقه لسه بتتجمع وكده، فكابتن محي حارب معانا اللي احنا عايزين نقعد. كنت شايف فيكم حاجه يعني كابتن محي بيقول انت موهوب ما شاء الله. ساعتها كابتن جوهر نبيل كان رئيس الجهاز برضه، هو اصر ان احنا نبقى موجودين. كبير كابتن جوهر طبعا. طبعا كابتن يعني اشكره والله، يعني اصر ان احنا نبقى موجودين ويعني شاف فينا حاجه كويسه يعني. وانتم ما خذلتوهوش يا كابتن يعني كان بصراحه انت على المستوى هو النادي الاهلي علمنا يعني ان احنا. انا مش عايز اقول لك انت، انا سعيد ازاي وانت معايا الحقيقه يعني صحيح. وشايف فيك ما شاء الله حماس وشايف فيك مستقبل واعد وابدا ابدا عدم وجودك مع المنتخب لا، ده في بره المنتخب لعيبه ثانيه 12 و13 لعيب يستحقوا فنيين يكونوا موجودين، ولكن هي دي العدد وهي دي الرياضه مفيش بالزبط. مشكله خالص بالزبط. طيب خلينا نرجع لبطوله العالم. السويد كسبنا فرق 10 وكان مباراه غير متوقعه، وكان كابتن طارق محروس الوحيد المتوقع متوقعها طبعا قبلها زي ما قلت لحضرتك. احنا قلنا يعني احنا اول ما خلصنا الماتش قلنا مبروك علينا ماتش السويد ده، وبالفعل رحنا نلعب الماتش حفظه لنا بالظبط، ده هيعمل كذا ده هيعمل كذا. كان ساعتها كابتن هاني الفخراني معاه، هما الاثنين الصراحه يعني حاجه طبعا السويد. طبعا طب يعني لعبنا كوريا بعد كده، وبعد كده تاني جه ماتش عادي. لعبنا كوريا، لعبنا في اخر ماتش كان فرنسا كسبناها فرق 6. هو ده ماتش اللي خلينا ناخد سكه فرنسا في النهائي. صح كده يعني لما كسبنا فرنسا خدنا احنا سكتها فعلا انا فاكر صح. وكان فرنسا في ذهول طبعا. احنا لعبنا فرنسا برضو قبل البطوله قبل بطوله العالم وخسرنا منها برضو. كنا بنلعبها على ارضها، كنا ما لعبناش كتير، خسرنا حوالي 6-7 وردينا 6-7 في البطوله بالظبط. احنا راحوا شافوا مفاجاه يعني، احنا رحنا فاجئنا مصر كله يعني العالم كله فاجئناهم كلهم حتى بالمستوى. يعني بالمستوى يعني الناس كانت منبهره. كابتن طارق كان كل اللي يجي لنا يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي. احنا كنا جبنا تقرير لكابتن طارق عشان نتكلم وجبناه باللغه الانجليزيه كمان، كان الناس اتكلموا وتقارير دوليه كانت بتتكلم عنكم كويس جدا. قال لك مستقبل كره اليد في مصر، يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي، انتوا ابهرتوا العالم كله، كملوا على كده، لسه قدامنا خطوه تاني ولسه احنا لسه الخطوه اللي احنا جينا عشانها لسه ما اتعملتش. طب بقى بالسكه لغايه قبل النهائي، احنا قابلنا قبل النهائي تاني فرنسا صح؟ تمام. وفرنسا راحت استدعت 15 واحد من الجهاز الفني، وانا شفت الماتش كان قاعد لكم بره جهاز فني وفي جهاز فني ورا، كان في بنش لعيبه وفي بنش تاني للمساعدين والجهاز الفني وعاملين لكم خطط وعاملين لكم، ومع ذلك خسرنا بالعافيه. بالعافيه والله. يعني بس الحمد لله يعني انا برضو سمعت التحكيم ما كانش متوفق ساعتها برضو، كانت الدنيا مش شويه يعني يعني في كور مهمه هم يعني الحاجات المهمه هم عرفوا يخلصوا عليه. طب وفي التالت والرابع طبعا لعبنا البرتغال. البرتغال دي دلوقتي فيها حوالي يعني في البرتغال في مصر دلوقتي فيها خمس لعيبه مثلا بيلعبوا. طب ما احنا عندنا مجموعه برضه، احنا عندنا بالظبط سيف الدرع تقريبا، سيف الدرع وعندنا دودو وحسن قداح وعندنا من تاني محسن رمضان وعندنا عبد الرحمن حميد ومن تاني عندك خمس برضه لاعبين يعني ما شاء الله تالت ورابع يعني، وان شاء الله كمان سنه او اتنين انتوا كلكم هتبقوا منتخب مصر الكبير خلاص. احنا يعني سنه الحياه بالظبط. احنا في ماتش البرتغال ده احنا كسبناهم فرق 10، ماتش الميداليه كسبناهم فرق 10. محدش طبعا مصدق احنا يعني كل كابتن طارق يعني الصراحه عمل حركه جميله جدا. اي حد ما يعني ما كانش مثلا بيشارك مثلا 100% كان بيخليه في المباراه دي بالذات شارك كل اللي في الملعب، كل اللي في المنتخب فعلا لاعب كل في المنتخب كلهم. يعني اول ما خلاص فاضل 10 دقايق والسكور فتح وكده، تعالى طلع اللعيبه، نزل الناس اللي عشان يختموا ختام كويس جدا للبطوله. برافو عليك. اقول لك على حاجه، المدرب ده اللي يعمل كده مدرب ذكي. ليه؟ انت لو لاعب ما شاركتش بتبقى مهما كان روحك حلوه بس
طول الوقت بتقعد على البنش كده بتتكبس بتبقى مكبوس مش روحك وحشه نفسك تشارك بالميدالية اللي انت هتاخدها دي لما شارك الكل كان التايم اوت الشهير بتاعه اللي اتكلم معاكم فيه وقال لكم يلا يا رجاله دقيقه نبقى على المنصه بالظبط الميدالية ونبقى على المنصه وبتاع يعني. وكان بيتكلم بحرقه لدرجه مدمع انتوا حسيتوا وتفاعلتوا معاه نتيجه انه حسسكم ان انتوا اصحاب الفرح بالظبط مش هو صح ولا انا غلطان نزلنا من الكره دي يعني مش عايز اقول لحضرتك كل الملعب اهم كانوا طالعين علينا بريس ف احنا كناش احنا فاكرين يعني اللي هم يلعبوا عادي 6-0 بتاعتهم اللي هم كانوا بيلعبوا بيها طول الماتش لعبونا بريس ما تعرفش حضرتك الكوره بقينا نباص لبعض الكوره بقينا قدام الجون في ثانيه ما طبعا تك تك الملعب اتفتح بالظبط في ثانيه حطينا الجون خلاص الفرحه طبعا كانت عارمه طبعا وكلنا نزلنا جرينا وكابتن طارق طبعا ما خلي بالك الفرحه دي في البطوله دي كانت فرحتين البرونزيه وان انت خدت كاس احسن حارس مرمى في بطوله العالم خلينا انا برضو عايز اتكلم عن الاستفادات من البطوله دي والماتشات وازاي انعكس على المنتخب الكبير بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم عشان نتكلم عبد الرحمن طه طبعا نجم مصر في حراسه المرمى ومستقبل مصر كمان في حراسه المرمى كره اليد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع عبد الرحمن طه احسن حارس مرمى في بطوله العالم 2019 في العالم والحقيقه يعني حوارنا معاه ما بينتهيش عن الخبرات المحليه وايضا خبرات الدوليه اللي خدها سواء لاعب ناشئ او مع النادي الاهلي ولكن هيكون معانا طبعا عبر الهاتف الكابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي الفريق الاول طبعا لكره اليد واحد المقربين جدا من عبد الرحمن اهلا بيك يا كابتن عمر كابتن هيثم السلام عليكم ازي حضرتك وحشني جدا 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 هيثم اخبارك ايه والله كله تمام الحمد لله انت اخبارك ايه وطمنا على التمرين وامورك ماشيه ازاي احنا والله الحمد لله تمام اهو كل يوم بنتمرن الحمد لله حوالي 4 ساعات الدنيا ماشيه كويس الحمد لله اتمنى يقابلك معاك اربع ساعات بس طب ده كويس يعني ده انا عبد الرحمن بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين بق ميه ما بيدوناش معايا يا عمر الو 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 ايوه سامعني يا عمر معلش الخط وحش شويه بقول لك ده طه بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين نشرب بق ميه وما بيدوناش هما بيعذبوك ولا ايه يا عمر بس الحمد لله كله في الاخر عشان نقدر نوصل باذن الله طبعا اللي احنا حاطينها يعني طبعا انت لاعب مميز وليك خبرات حتى احترافيه جيده جدا يا عمر واكيد ليها يعني اكيد يعني دور كبير جدا مع الفريق خليني اقول لك يا عمر يمكن احنا الفرقه السنه دي وانت حتى شخصيا قلت لي الكلام ده قلت لي ان احنا عندنا ما شاء الله 3 حراس مرمى على مستوى عالي بيدينا امان بشكل كبير جدا جدا رايك ايه في الكلام ده يا عمر والله احنا الحمد لله يعني من ضمن مميزات احنا فعلا بنتكلم فيها طول السنه ان احنا فعلا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى وفعلا احنا عندنا افضل 3 حراس في مصر يعني داخل الدوري المصري دي حقيقه يعني مش ما هياش مجامله خالص باستثناء طبعا كريم هنداوي كده كده محترف انا بكلمك عن الناس اللي بتلعب في الدوري المصري عندنا احسن 3 حراس الحمد لله في مصر يعني طب عمر يعني قول لي اللي بيميز طه ايه بالاخص يعني انت اكيد كلاعب برضو بتبقى شايف لكل حارس مرمى ميزه معينه ميزه طه اللي انت شايفها عاليه فيه قوي ايه اكتر ميزه بصراحه في طه بتعجبني فيه الريفلكس بتاعه سريع جدا وبيعرف يستخدم اطرافه كويس انه يقفل زوايا التصويب للعيبه من خارج التسعه من رد فعله سريع رد فعله سريع وبيعرف يستخدم اطرافه كويس انه يقفل الزوايا على اللعيبه اللي بتشوط من بره طب ما دي ميزه كبيره جدا انا عايز اقول لك ان كور في اوقات جدا بتيجي بسرعه عاليه دي حاجه طبعا بالنسبه لحارس مرمى في كره اليد دي حاجه من الحاجات المهمه جدا ان تدي له ادفانتج على الهجوم بتاع الفرقه اللي قدامنا وادفانتج على اللعيبه الثانيه اللي احنا بنلعبها ان هو بيبقى مميز في حته زي دي فطبعا دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا احنا مفيده جدا وبتساعدنا كتير في ان احنا نقدر نبني عليها حتى الدفاع بتاعنا. طب عمر يعني النهارده المنتخب اتعادل مع سلوفينيا كنا اتمناها فوز طبعا بس الحمد لله يعني التعادل ده افضل بكثير يعني من ان احنا كنا خسرنا بالرغم ان احنا كنا متاخرين 10-8 انا اوضح حاجه نقطه التعادل ان احنا حتى لو كنا كسبنا هيبقى الشانس بتاعتنا في الصعود دول نطلع اول يعني تعتبر يعني احنا الحمد لله كده كده سواء كسبنا او تعادلنا يعتبر الشانسز واحده لان احنا لو كنا كسبنا برضو كنا لازم نستنى ماتش السويد صحيح تخسر او تتعادل صحيح كان عندنا فرصتين لو كنا كسبنا كان هيبقى عندنا 2 شانس ان احنا نصعد اول ان السويد تخسر او تتعادل لكن دلوقتي عندنا شانس واحده بس ان السويد تخسر فلسه عندنا شانس نطلع اول وكده كده ان شاء الله تاهلنا سواء او احنا كده كده تاهلنا دور الثمانيه طب انت رايك يعني لو مثلا نتكلم زي ما اتكلمت مع طه على الورست كونديشن ان احنا ممكن يبقى
نقابل الدنمارك في دور الثمانيه، شايف الدنمارك يعني زي قبل كده يعني خاصه ان معاهم حارس مرمى قوي، ولا شايف الدنمارك اقل شويه من البطولات اللي فاتت؟ هو لحد دلوقتي الدنمارك من يعني من الفرق اللي هي ما خسرتش ولا ماتش داخل البطوله، فطبعا ده بيدل ان هي فرقه جامده برده وجاهزه، وبتاع شكل منتخبنا دلوقتي في حته ثانيه خالص. صحيح. يعني من المجاملات احنا دلوقتي بننصح الفرق الكبار على العالم، والماتش ده النهارده بتاع سلوفينيا لحد ما كناش موفقين كتير، ولكن برغم كل التثبيت اللي حصل في الماتش ده الحمد لله ان احنا نخطف يعني كنا كسبانين كمان، هم اللي تعدوا معانا في اخر ثانيه. صحيح. بيقول ان احنا الحمد لله منتخب حتى دلوقتي حتى في اسوء حالاته بيقدر يعمل ماتشات قويه ويقدر يكسب الفرق الكبيره على مستوى العالم. صحيح يا عمر طبعا. ان يعني حتى لو هنلعب الدنمارك انا هم اللي هنتخب بعد ماتش اسوء يعتبر اسوء مباراه، ورغم كده احنا قدرنا يعني نبقى ليدنج في الشوط الثاني. مش عارف، حاسس ان احنا نحقق مفاجاه ان شاء الله يا عمر، يعني حاسس ان الاداء الرجولي انا مش شايفها مفاجاه صراحه بالنسبه للاسلوب اللي احنا بنلعب بيه والمباريات اللي فاتت، مش هتبقى مفاجاه، هيبقى انا شايف ان ده النهايه الطبيعيه للي احنا كنا بنحضره الفتره اللي فاتت كلها عشان البطوله بصراحه. صحيح طبعا. كابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في المداخله الجميله دي، واتمنى لك كل التوفيق يا عمر مع فرقتك، انتقامه كبيره ولاعب ننتظر منه الكثير والكثير طبعا مع فريقه. يمكن طه كل الناس اشادت يعني يمكن برد فعلك بموهبتك مدربينك زمايلك، اكيد الكلام ده ليه يعني لولا ان كابتن طارق محروس بيحلل الماتش دلوقتي كان برضه هيبقى معانا. ده الحقيقه اكيد يعني دفع معنويه كبيره ليك جدا. انا كمان عايز اقول حاجه بس على كابتن عمر ياسين. كابتن عمر ياسين كابتن من كباتن النادي الاهلي، طبعا ابن ولاد النادي متربي في النادي من صغره، احترف لعيب كبير اللي احترف في كذا حته خلقيا كمان على طبعا مستوى عالي. هو جاي من احتراف كمان فهو لعيب كبير، ربنا ان شاء الله يكرمه. يعني لاعب بقيمه كابتن عمر ياسين يقول عنك الكلام ده، الحقيقه بتهيألي ده شهاده طبعاً جيده طبعاً جدا. طبعا كابتن عمر يعني حتى لو كابتن اسلام مش موجود للفتره دي، لا كابتن عمر نعم الفرقه يعني هو اللعيبه الكبار اللي موجود كابتن ممدوح طه ومحمد جمال والناس دي اللعيبه الكبار دول كلهم لمية في الفرقه، عارفين يعني خلونا نتعب في التمرين عشان ان شاء الله لعيبه المنتخب ما ترجع يبقوا في فورمه كويسه فورمه خطوشه. يعني انتم ما اتكلمتوش مع بعض سواء انت او كابتن محي صلاح او كابتن عمر ياسين، كانت مداخلات على الهواء ونفس الكلام اللي قلته، قلته ان احنا بنتمرن جامد جدا. كابتن محي تحدى ان الفتنس بتاع اللاعبين اللي هيبقوا موجودين هيبقوا يعادل وممكن يفوق اللعيبه اللي جايه من المنتخب. بالظبط. انت بتقول نفس الكلام دلوقتي، عمر قال نفس الكلام، بتهيألي بتتكلموا لغه واحده. بالظبط. احنا نفضل احنا كل مثلا 3 ايام ولا حاجه لازم نعمل اجتماع، احنا ده اللي ناقصنا، عايزين نعمل حمل التدريبي ده نعلى هنا شويه، عايزين نلعب ماتش نجيب نفسنا نشوف نفسنا في الملعب احنا فين. بنعمل نتمرن على التكتيك في الماتش، مش لازم نفوز وخساره بس احنا عايزين نبقى موجودين يعني نشوف شكلنا بس في الملعب. اتفرجت على اسامه الجزيري مع تونس طه ولا ما اتفرجت عليه؟ يعني هو نزل الماتش اللي فات جاب 5 اجوان وكويس جدا. طلع بس هو من سكور ماتشين ورا بعض كده عشان كلمناه بالظبط صباعه في التمرين اتخلع. طمنتوا عليه؟ طمنا عليه طبعا، مستواه كويس، نزل الحمد لله التمرين ونزل. ده نفس الصباع اللي اتخلع قبل ما يجي مع الترجي ولا لا؟ مش صباع تاني. لا لا لان هو كان برده قبل ما يجي مع الترجي برده كان بالظبط مشكله عندكم الصوابع دي. ما هي مشكله في اللعيبه برده الصوابع دي، ان مثلا حد بيدافع حد بيتخلع بالظبط، يعني يتعلق في تيشيرت المنافس بيتخلع على طول. عنيفه جدا لعبه اليد بس انت حراس المرمى انت لا انا في الامان في الكوره السريعه في ايديك يعني بعد الشر في وشك في صدرك انما انما الاشتراكات والالتحامات دي يعني بس الكور يعني الحقيقه الكور بالذات بتشوط من 7 و9 بتروح بتيجي يعني بحزم شديد قوي، دي بتبقى مميته دي الحاجات دي بس لازم اتعودنا عليها خلاص يعني. الله يكون في عونكم صراحه يعني بجد الله يكون في عونكم. طب خلينا نتكلم عن بدايه الموسم في الاهلي. احنا اتكلمنا عن المنتخب وادينا له حقه بشكل كبير جدا، انتوا في المنتخب بدايه التجمع كابتن طارق اتكلم معاكم ازاي؟ اديني الكواليس زي ما اديتني الكواليس بتاعتك. يعني من ساعه ما كابتن طارق جه والجهاز الفني كله، كابتن محمد يحيى، كابتن السحيلي، والدكاتره طبعا كابتن علي ودكتور علي ودكتور محمد ابراهيم وكابتن هاني لاين، الناس دي كل المدربين والدكاتره
وكلهم قعدوا معانا، لان احنا عايزين حاطين هدف قدامنا بطوله افريقيا قبل اي حاجه. عايزين بقى شكلها مش هتتلعب، لا هتلعب في شهر ان شاء الله، في شهر 5 هتكمل. ممكن. ان شاء الله كوش شهر 5. لا كوس، كوش الدوري الدوري كان كوس عشان هو اصلا احنا يعني لسه عشان الدوري اللي فات لسه ما تلعبش ابطال الكؤوس وكده، لسه ما تحدرتش عشان اتاجلت، فلسه هنشوف. بس احنا كده كده احنا ابطال كاس السنه اللي قبليها، فانتوا كده كده متاهلين ان شاء الله. انا قصدي اقول ان بطوله ابطال الدوري دايما كانت بتعمل في اكتوبر او نوفمبر، او نوفمبر او اكتوبر، وكنا السنه اللي فاتت 2020 كانت في مصر كمان، كانت في مصر، هي كانت في مصر وتأجلت. في مصر اتأجلت لسه مصر، كانت لغت اجيت لاجل غير مسمى، مش لغت اجيت لاجل غير مسمى بالظبط. بس هي ممكن تتلعب في مصر في شهر 5 برضه. لا، في بطوله افريقيا كؤوس دي في الجزائر في شهر 5. احنا دي هدفنا كبير عليها، اللي احنا حاطين املنا ان شاء الله. احنا بقالنا كتير ما فيش بطوله افريقيا دخلت النادي الاهلي ان شاء الله. صحيح. احنا بادئين السيزون ده ان شاء الله، ان شاء الله هدفنا كله الدوري وكاس وافريقيا ان شاء الله. كلنا ممنوع مع بعض، مش عايزين نطلع حاجه من دولاب النادي الاهلي. النادي الاهلي علمنا حاجه كتير قوي، مفيش حاجه اسمها خساره. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، وان شاء الله هنفرح جمهور النادي الاهلي بطولات السنه دي ان شاء الله. طب خليني برضو اتكلم معاك، بس خليني اقول حاجه بس اشوفها الاول، يمكن مهم جدا نعرفها. خليك معايا يا كابتن، ثانيه واحده. يمكن يمكن يحيى خالد فاز ببلاي اوف ذا ماتش بالمباراه النهارده، ودي حاجه كويسه جدا. وعايز اقول لك ان فريق طبعا فيزريم فريق فيزريم المجري اللي هو بيلعب فيه، هنأ اللاعب يحيى خالد على الفوز برجل المباراه في مصر، ماتش مصر وسلوفينيا. يعني عايز اقول ان اللعيبه فرقهم الاوروبيه بتريحوا طبعا. يعني 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 عايز اقول لك ان ده اكبر دعاء لمصر. المدرب كمان، مدرب يحيى خالد كان مدرب منتخب مصر في السنه اللي فاتت، كان لعب معاهم يعني السنه اللي قبل فاتت لعب معاهم كاس عالم اللي كان في الدنمارك. هو اللي دخل يعني نظام بقى السيستم في منتخب مصر، هو اللي ابتدى. هو كمان خد يحيى خالد معاه في فرقته اما يعني قدم او مشي من كويس، مشي من المنتخب راح بسبريم. عمل خد يحيى خالد معاه. يحيى خالد طبعا لعيب كبير، يعني كفايه اللي هو بيلعب في فريق كبير، لعب في فاينل فور. يعني لا، وعامل ما شاء الله، عامل طبعا يعني، وكمان هيجددوا له، فدي حاجه كويسه جدا يعني ان لعيب مصري محترف. طيب. طب كابتن استاذنك، معانا الكابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم. اهلا بيك يا كابتن حسين. اهلا وسهلا، الف مبروك النهارده المنتخب مصر، والحقيقه حاجه مشرفه، بتشرفونا ومطولين رقبتنا الى السماء. مبروك لمصر كلها، والحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمنا وربنا يكرمنا فيها زي ما كرمنا. كابتن حسين، طبعا البنتاز فرصة، وبهني حضرتك وبهني الاتحاد المصري وبهني طبعا الدكتور حسن مصطفى على روعة التنظيم ونجاح مصر بشكل كبير في التنظيم، وأبهرنا العالم بالإمكانيات المصرية. بهنيك يا كابتن حسين الحقيقة من كل قلبي. الله يخليك الله يخليك. كابتن، توقعاتك لدور الثمانية إن شاء الله، يعني حضرتك شايف الوضع إيه؟ حسابات المنتخب هتبقى إزاي إن شاء الله في دور الثمانية؟ يعني خلينا نقول ان دلوقتي انا في المباراه بتاع السويد وروسيا، لو روسيا كانت منتخب مصر تأول عن لعبة هيبان، بس انا هستأذنك لان السلام الجمهوري هيبدأ، بس لازم انا لا. اتفضل يا كابتن حسين، ونكلم حضرتك وقت. اتفضل يا كابتن حسين، اتفضل. يمكن كابتن حسين لبيب من بس انا عايز اوضح ان هو مدير البطوله، وكان ليه دور كبير جدا في كل اللي احنا شايفينه ده، من سواء تنظيم وإدارة البطولة، وإدارة حتى البابل اللي كان بيقول عليه أو الفقاعة اللي معزول فيها اللاعبين والأجهزة الفنية. الحقيقة كابتن حسين لبيب من أحد أنجح الكوادر الإدارية في مصر كلها، مش كرة اليد. ويمكن الدكتور حسن مصطفى بيستعين بيه دائما أبدا في بطولاته حتى اللي خارج مصر، وبيستعين كمان كابتن محمد ألفي اللي كان ضيفنا، وفي مجموعة كبيرة من الكوادر، وكابتن طبعا عاصم السعداني من احد برضه الكوادر الاداريه القويه اللي كابتن حسن مصطفى بيستعين بيها يعني مرارا وتكرارا. مصر مليئه بالكوادر الاداريه، خاصه في كره اليد اللي عودونا واللي اسس ليها الدكتور حسن مصطفى منذ البدايه. خلينا يعني اقول لك انه يعني بيبقى حاجه حلوه كده لما تشوف بلدك مع العظماء، وتشوف بلدك
في لعبه كبيره زي كره اليد بتناطح الكبار. بتهيألي حتى انتوا اديتونا الاحساس ده، انت بتكلمنا اخش كاس عالم واخد وثالث واحسن لعيب، يعني بتخلونا نحس بالفخر يا طه بامانه. طبعا احنا اتربينا احنا يعني كلعيبه كنا حلمنا ان يعني نشيل يعني نلبس تيشيرت المنتخب نمثل بلدنا في اي محفل. يعني المنتخب يعني شفنا معاه حاجات كتير، شفنا الحلو والوحش، شفنا أكيد. الفرحه وشفنا يا طه الفتره اللي جايه سواء اللي احنا فيها وقدامنا مثلا 7-8 سنين مع فريق الشباب وفريق الناشئين اللي خد كاس العالم، فبتهيالي الحمد لله المستقبل القريب احنا في امان. هو الاتحاد شغال على طيب معلش هستاذنك معانا طبعا المهندس الشاب نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك باشمهندس. انا بهني حضرتك من كل قلبي طبعا لتاهل المنتخب، وبهني حضرتك من كل قلبي على التنظيم الرائع، شرفتونا يا باشمهندس. الحمد لله توفيق من ربنا، جهد كل الناس اللي شاركت في التنظيم من بدايه برئيس الدوله الرائع ووجه الوزارات كلها لخدمه البطوله لحد اللاعبين اللي قدموا مباراه النهارده قويه جدا رغم الضغط العصبي اللي كان عليهم والبدايه اللي كانت واضح ان فيها تنشان عاليه، لكن الحمد لله فرحونا وبسطونا وبقينا في الثمانيه الكبار. باشمهندس هشام، يمكن الاتحاد اللي حضرتك بترقصه حقق نجاحات كبيره جدا، شرفت مصر كاس العالم للناشئين، برونزيه الشباب، والحمد لله كاس العالم الاخير كنا ثامن، ودلوقتي داخلين ان شاء الله بقوه في دور الثمانيه. اكيد ده ما جاش من فراغ يا باشمهندس. الحمد لله توفيق من ربنا وجهد وعمل جماعي وكل بيتفانى في مصلحه البلد، حطينا كل واحد في المكان الصح، كله بذل مجهود بنيه كويسه، فالحمد لله النتيجه بتتحقق الحمد لله. باشمهندس يعني توقعات حضرتك لدور الثمانيه، يمكن لسه مباراه السويد ما اتلعبتش وروسيا، ولكن اكيد حضرتك شايف ليك رؤيه فنيه اكيد بحكم خبراتك الكبيره، يعني راي حضرتك عن دور الثمانيه ايه؟ طبعا في ثلاث فرق انا بعتبرهم في مستوى ثاني خالص، اقوى مستوى، اللي هم الدنمارك وفرنسا والنرويج، دي اعلى فرق في الثمانيه الكبار ويستاهلوا ان هم يبقوا في هذا المستوى، لكن الملعب في الاخر هو اللي بيبقى الحكم ما بين الفرق اللي بتلعب مباريات. في مفاجآت حصلت كثيره جدا على مدار الدوره، كرواتيا كانت جايه المفروض انها تنافس على العالم، تخسر من الارجنتين، المانيا وبولندا ما طلعوش حتى الدور الثمانيه، فرق واسماء كبيره جدا ما حققتش اي نصر، فالكره في الملعب واللي هيبذل مجهود اكتر اكيد يعني ربنا هيكتب له النصر. باشمهندس يمكن عندنا تصور كده ما اعرفش حضرتك رايك فيه ايه، يمكن الدنمارك لم تختبر حتى الان ما قابلتش فريق قوي، نقدر نحط يعني ايدينا على نقط القوه والضعف في الدنمارك، خاصه ان احنا مرشحين بشكل كبير ان احنا نقابلها. حضرتك تتفق معانا في الرؤيه الفنيه دي ولا حضرتك ليك رؤيات اخرى؟ يعني الكلام صحيح، انا اكبر تصادم حصل كان بين فرنسا والنرويج، دول فريقين عاليين جدا، الدنمارك لسه ما طلعتش كل اللي عندها، اعتقد فرقه كبيره، بطل عالم، احسن جون في العالم واحسن لاعب في العالم، فرقه متكامله ومعاهم كوتش عالي جدا، ربنا يسهل هنعمل اللي علينا والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. باشمهندس كمان يمكن كره اليد او طبعا بطوله العالم ونجاحنا فيها شجع دول كتير جدا على استئناف الرياضه وتنظيم بطولات، يعني اكيد ده ليه مردود، واكيد حضرتك سمعت الكلام ده في وكالات الانباء، يعني رد فعل ده على حضرتك ايه وشايف ده ازاي يا كابتن هشام؟ احنا قبلنا التحدي الاعظم، كان بدايه تنظيم البطوله دي كان عندنا عده تحديات، اولا اول مره نلعب 32 فريق في دوله واحده، اخر بطوله كانوا 24 و12 فريق في البلد بس، انت عندك 32 فريق، عندك تحدي اسمه بنيه تحتيه بتبني خلاص من اول وجديد علشان تلعب فيها البطولات، وحضرتك شايف في التلفزيون ايه المنظر الرائع اللي موجود ده، لحد ما جالنا التحدي الاعظم بتاع الكورونا وقابلنا التحدي، والدوله اصرت انها تنظم البطوله عشان تبقى مميز، ما تبقاش زي كل الدول اللي بتاجل او بتلغي بطولات، لا احنا اخترنا الاختيار الصعب، الناس كلها بتشيد الحمد لله بالتنظيم والحفاظ على الصحه بتاعت اللاعبين والجماهير او صحيح. الحضور تجربه قويه جدا هتدي دفع لكل الدول ان شاء الله. اكيد يا باشمهندس وشرفتونا الحقيقه يا باشمهندس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس هشام نصر
رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكرك وبتمنى ليك كل التوفيق. والحقيقة كمان معانا معالي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، زي ما بنقول طبعا يعني اللي كان مدي دفعة كبيرة جدا لهذه البطولة وأحد أسباب نجاح هذه البطولة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك، بالخير يا معالي الوزير. ببارك لحضرتك طبعا النهاردة التأهل دور الثمانية، وببارك لحضرتك روعة التنظيم وروعة يعني البطولة وجمالها وصورة مصر العظيمة اللي ظهرت قدام العالم كله. طبعا الحمد لله، يمكن مبروك. الدولة المصرية كلها نظمت واحد من أكبر الأحداث العالمية في الفترة الحالية، والحمد لله يعني صعود الفريق النهاردة طبعا ده شيء مهم جدا. مباراة كانت صعبة جدا، فريق اسبانيا ده جديد، فريق جامد. المباريات الجايه كلها دور الثمانيه والثمان فرق طبعا كلها مباراه سهله، فربنا يوفق اولادنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا في التنظيم ويكفوا كل اللي على ارض مصر بسلامه الله. دكتور، يمكن حضرتك بنشوفك في المدرجات بتنفعل كاحد مشجعي منتخب مصر، ابدا بتنسى ان انت معالي وزير الشباب والرياضه، فالحقيقه ده بيوصل للاعبين، وانا يعني بشكل كبير شايفين ده يمكن رساله من حضرتك للاعبين. حضرتك اكبر مؤيد وداعم لهذا الفريق. لا كلنا والله، بالعكس كلنا قاعدين على اعصابنا، لان الفرقه طبعا احنا مع التنظيم الكبير اللي موجود ده. كمان الهاندبول يمكن مخططين له يعني سنتين بالورقه والقلم زي ما بيقولوا. جائحه كورونا يمكن عصبتنا في شويه حاجات، لكن ولادنا رجاله بننفعل، لان يعني منتخب مصر مصر يعني بعد بلدنا، فلازم نستعد ونفرح، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا دايما بيه. يمكن يا دكتور حضرتك من اول يوم توليت مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وكنت يعني شغال في ملف السياحه الرياضيه، وكنت حضرتك دايما في ناحيه الاستثمار الرياضي حاطط ده اول بنود طبعا برنامجك تنشيط السياحه الرياضيه في مصر كاحد دعائم الاقتصاد المصري، والحمد لله بالبطوله دي بشكل كبير جدا الامر تحقق، واكيد ده يعني فخر كبير جدا لصناعه الرياضه في مصر يا دكتور. طبعا الحمد لله احنا 2019 2020 منظمين اكثر من 60 بطوله دوليه واقليميه على مستوى مصر. 2020 بالرغم يعني الجائحه وحاجات كتير قوي، غير ان احنا بنجاح يعني ننظم دي البطولات، اهمها طبعا 2019 كره القدم البطولتين، و2020 اهمها طبعا 2021 في العالم الميجا ايفنت او الاحداث الرياضيه في الاجنده الرسميه، عدم الاجنده الرسميه ده شيء مهم جدا. يعني العالم كله بيشوف بلدنا، بيشوف احنا قد ايه الحمد لله عندنا منشات على اعلى مستوى، عندنا يعني خبرات في تنظيم، يعني حاجات كثيره جدا بنعبر عنها، وايضا تروج سياحي بلدنا يعني من خلال الرياضه. ودكتور الحقيقه يمكن احنا قلنا في برنامجنا هنا يمكن من الحلقه اللي فاتت ان مصر هي الفائز الاكبر بصرف النظر عن نتيجه المنتخب، طبعا نتمنى المنتخب حصوله على كاس العالم، ولكن مصر كان ليها مكاسب كثيره من بطوله العالم، وحضرتك شايف الرؤيه اللي احنا شايفينها دي يا دكتور ولا لا؟ طبعا احنا شايف الرؤيه ديت، وعشان كده كان في اصرار ودعم الداتا من الساده السياسيه والحكومه المصريه وكل زملائنا في الحكومه، الحقيقه ادوا يعني جميع المسانده، كمان الاتحاد الدولي الحقيقه يعني معانا اول باول، لجنه منظمه كلها الاتحاد المصري، يعني تيم عمل كبير جدا. كنا نامل طبعا لو ما فيش جائحه كورونا كان جماهير كل المدرجات، لكن احنا يعني تماشينا مع الصالح العام، ويعني كملنا لغايه الاخر ان شاء الله ربنا يكرم. والبطوله تخلص على يعني 1000 كتير، وفريقنا يوصل لابعد نقطه، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. يعني ان شاء الله دكتور، يعني حضرتك معايا على التليفون طبعا، يعني بنطلب من حضرتك توجه رساله لكل جماهير مصر ومحبي الرياضه المصريه، توجه لهم كلمه تقول ايه يا دكتور؟ احنا بنشجع بلدنا، بنشجع الرياضه، بنمارس الرياضه، الرياضة محبة، الرياضة عطاء، الرياضة تعصب، الرياضة إن شاء الله نوصل بيها لأعلى حاجة ترفع كده علمنا بالرياضة إن شاء الله. طبعا رسالة أكيد ليها معنى كتير معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأكيد حضرتك تعني ما تقول، وإن حضرتك دايما بتحط مصلحة الدولة، وده اللي عهدناك على حضرتك يا دكتور، إن دايما أبدا حضرتك بتحط مصلحة الدولة المصرية والرياضة المصرية في المقدمة. طبعا يا كابتن عيسى.
معالي الوزير جدا. طب اتفضل يا دكتور اتفضل. تكريم. شكرا جزيلا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان في مداخله معانا، وواضح طبعا ان معالي الوزير في ارض الملعب بيتابع المباريات، طبعا بنشكره. والحقيقه يعني اتكلم يعني في امور كتيره، والحقيقه واضح ان طبعا ممثل الدوله المصريه دكتور اشرف صبحي شايف كثير من الرؤى الحقيقه اللي احنا شايفينها، والرسائل الحقيقه اللي احنا شايفينها من هذا او هذه البطوله بصفه عامه، وان مصر هي الفائز الاكبر من تنظيم هذه البطوله. يمكن عبد الرحمن يعني سبحان الله وجودك معانا، كان معانا قامات كبيره، كابتن حسين لبيبه، الكابتن هشام نصر، وطبعا ختاما معالي الوزير، وشك حلو على البرنامج يعني، وان انت بوجودك يعني اثر البرنامج اكيد بشكل كبير. طبعا كابتن هشام نصر طبعا رئيس الاتحاد عمل اداء يعني اللي هو يخلي البطوله تكمل، ويعني طبعا ويجهز المنتخب بالشكل ده. لا هو صراحه تعب، ويعني لكل مجتهد مصري طبعا، وساعات الوزير ان اصر ان البطوله تكمل وفي الفتره اللي احنا فيها دي، لا الصراحه حاجه كل التحيه ليهم. بالظبط بالظبط. عبد الرحمن بشكرك، نورتني وشرفتني، الحلقه عدت سريعا والحقيقه نتمنى لك، وخليك فاكر يعني الكلام، نتمنى لك ان شاء الله باجل حضرتك يعني احسن حارس مرمى في العالم للفريق الكبير ان شاء الله باذن الله. حلمك وحلمنا معاك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. نور حضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين، الحقيقه كان يوم جميل الحقيقه، فوز منتخب مصر او تعادل منتخب مصر وتاهله دور الثمانيه اسعدنا كلنا. كان معانا بطل النهارده، انتظرونا باذن الله ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، وقصه جديده وبطل جديد والابطال.